لما الإبداع بيكون لبناني، العقل بيكون بالغربة، والقلب بيبقى بلبنان. حلقتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً من أتلانتا. رح نتعرف على مشاريع جديدة وفريدة من نوعها، ابتكارات تكنولوجيا لحماية الإنسان وتميز بعالم الأعمال. من كفار أطرة والحدث، نجاح جمع ضيوفنا بأتلانتا اللي برعوا ونجحوا وكانوا من الأوائل بمجالاتهم، بيير معلوف وريمو شرفان سفراء الأرز لحلقتنا الليلة. أستاذ بيير معلوف، حضرتك من كفر أطرة الشوف. سنة 1983 انتقلت من الشوف على بيروت من بعد التهجير. سنة 1987 انتقلت من بيروت على أمريكا. إذا بدنا نرجع شوي لأيام الطفولة، لأيام المراهقة بكفر أطرة، شو بتتذكر أكتر شيء؟ شو بتذكر كفر أطرة كلها، يعني بيت وبيت، بعرف الشجرات وين، بعرف البيوت وين، بعرف قد ما كنا نلعب كانت الضيعة كلها ملعب لإلنا. يعني سنة 1987 تركت لبنان وجيت على أمريكا، شو كان السبب؟ أول شيء يعني كان اللي بيصير له يفل من لبنان، بس إنه أنا كنت بدي أتعلم. كانت سهلة بوقتها تقدموا على فيزا لأمريكا؟ كانت كتير كتير صعبة، كنا نطلع على سوريا و I was lucky يعني، وبالآخر كان عندي واسطة لحتى أخذت فيزا. من بعد 3 مرات أخذت فيزا. أول شيء كان عندي full scholarship على North Carolina Sacred Heart بنورث كارولينا، بس بالوقت اللي 3 مرات اخذ فيزا وانكسرت الجامعة رجعت جيت على أتلانتا. كان ابن رابطي هوني كان يشتغل بالموكيت، صرت اشتغل بالموكيت انا واتعلم بالجامعة، بس تعلمت بس اول سنة بأتلانتا، بعدين نقلت على سافانا. سو صرت انزل على سافانا كل جمعة، انزل نهار الخميس يعني سوق 400 كيلومتر، نهار الأحد عشية، نهار الأحد الصبح، ونهار الخميس عشية ارجع على أتلانتا. 2 degrees معي architecture و interior design من سافانا College of Art and Design. شو أبك أكتر الصعوبات اللي بيمرق فيها تلميذ جاي ليتعلم ببلد مثل أمريكا؟ أول سنة بتكون أصعب شيء، لأنه بكون تارك كل شيء، كل اللي بيعرفون، جاي على محل. هلا انا الحمد لله ما حسيت فيها هيدي كثير لانه جيت لعند رابطي هون. كنت عارف انك رح تبقى هون من بعد ما تخلص تحصيلك العلمي؟ لا ما كنت عارف، وكنت عامل حسابي بدي ارجع على لبنان على الاكيد، ولحد هلا بعدني عامل حسابي بدي ارجع على لبنان. باذن الله في رجعه على لبنان، نعم باذن الله في رجعه على لبنان. لو كانوا مش انه 100% لانه وليدي عم خلقوا هون وعم بياسسوا هون، بس أكيد أنا ومرتي يعني بيكون عنا على القليل 6 أشهر بلبنان. اسمي جوسلين داغر من دار المغارة. تعرفت على بيير كنا بالتهجير، كنا جيران، وهو فل على أمريكا بال87 وأنا فليت على كندا مع أهلي بال90، ورجعنا صرنا نتلاقى يطلع بيرو، ورجعت اتجوزت وجيت على أتلانتا. أنا فليت مع أهلي بال90 على كندا، بس كان على طول البرامس انا وجوزي اخذنا برامس وقت تجوزنا انه نحن عندنا هدف رجعه على لبنان. كان يعني كنا نشتغل مثل ما بتقولي لتصمدي لتعمل شيء بلبنان، يعني كان الجول تبعولنا سيفز اشياء لحتى نعمل شيء بلبنان، وكان الحلم تبعوله بيرو انه يعمل شغلي بس لحتى وين وي ريتاير يكون في عندنا شيء بلبنان. اول بزنس عملناه بلبنان هو الريولانتو. بتحسي انه مثل كانه ارتحنا، صار في شيء يعني يرجعنا على لبنان. وبتصور انه نحن عملنا كل شيء بحياتنا تنوصل لهيدي النتيجه انه نرجع نعيش بلبنان، وبتصور وير كلوز تو ات يعني. الاولاد صاروا بالجامعات بعدين دي الصغير، وبتصور انه نحن امنا لهم كل شيء بلبنان ليرجعوا عليه، وبتصور رح نوصل للنتيجه اللي انا وبيرو مشينا عليها، الجول تبعولنا انه نعيش بلبنان. اجينا 3 شباب، اديب الكبير على اسم الوالد، اديسون الوسطاني، وإيلياس. اسمي ادي معلوف، اهلي بيير معلوف وجوسلين معلوف. نحن من دايات كفر أطرة بالشوف، وخلقان انا بكندا. عمري هلا 25 سنه، هلا بيصيروا 26 قريبا. انا درست هون باليونيفرسيتي اوف جورجيا، درست بزنس ماركتينج.
specifically digital marketing, كل شيء digital. وهلأ عم اشتغل, عندي شركتين digital marketing, واحدة هون بأمريكا والتاني actually فتحها هلأ جديد بلبنان بدبي. أنا actually I saw a huge opportunity بلبنان, مع أنه كل العالم especially بعمري they're very scared ليفوتوا بالشغل على لبنان, كلهم عم ينبشوا لبرا. Every job, marketing, engineering, كل شيء فيك تفكري فيه, كلهم عم يجربوا يطلعوا لبرا. Whereas أنا I saw this as a huge opportunity, عم جرب to create jobs بلبنان و bring opportunity لبنان, لفرج العالم أنه this country is full of opportunity. $44,560 on Facebook and Instagram in this time period. In that time, we've reached 1.15 million people, okay? On average, 4.4 times per person. A lot of you guys that are running television ads right now or any other form of advertising, to reach 1.14 million people 4.5 times, you have to spend multiples and multiples of this number. اسمي أديسون معلوف, عمري 22, وبدرس computer engineering. الهوبي تبعي بلعب فيديو جيمز بروفيشنالي على تويتش. سو بيسكلي بلعب الجيمز وبعمل ستريمينج, سو العالم فيهم يحضروني. عاده بيكون في شي 200 واحد, وقت يكون في تورنمنتس بيكون في 500 ل 800 واحد عم يحضرني, وهذا شغلي. اجمل شيء بلبنان الريو لانتو. الياس معروف, عمري 15, بعدني بالمدرسه. I'm proud انه انا لبناني. It's more culture وكل شيء, like I can go to Lebanon and have fun, explore somewhere, and I can be here. Hona's like the normal life. Whatever, I go to school, بجي على البيت, بعمل هيك. بس بروح على لبنان هيك بتسلى. I explore, بشوف إشي جديد. I meet people. شو بيخلي شباب بهالعمر بالرغم من إنه عايشين مرتاحين بأتلانتا يكون بعد عندهم هيدا الحب الكبير للبنان, لحتى شخص منهم, في شاب منهم عم يفتح بلبنان برغم هيدي الظروف؟ نحن بوضع هلا عم نسمع كثير بالهجرة من لبنان, فشو بيخلي اليوم, هل المربى بيأثر او حب الاهل للبنان بيأثر؟ اكيد المربى بيأثر, لانه نحن كل سنة بننزل الصيفية كلها على لبنان. يعني وقت اللي بتخلص المدرسة تاني نهار بنكون بالطيارة وبنرجع, بكون تاني نهار بتبلش المدرسة. نعرف اللغة وبيحكوا وتعلموا يعني يكتبوا ويحكوا ويقروا عربي. صحيح عشت بالحرب, بس في شيء بيرجعك لا يوصف. بتحس في شيء عم بشدك يعني بطريقة غريبة. بحب الشجر ريحته, ما بعرف, في كتير عندي ذكريات حلوة بلبنان مع أني فليت أنا كان عمري 19. عايشهم كيف عشت أنا وصغيري, وصرنا أنا وجوزي, أنا عندي 3 شباب, وصرنا كل سنة عملنا بلان ننزلهم على لبنان لنعودهم على لبنان لنعطيهم تشويز, بعدين هني ينقوا إذا بحبوا يعيشوا بلبنان. وكتر خير الله it looks like هني ميلين للبنان كمان مثل ما نحن ملنا للبنان, وبتصور نجحنا أنا وجوزي بهيدا الشيء. وولادنا بيقروا بيكتبوا عربي, كنا كل ما ننزل على لبنان حط لهم تيتشر تعلمهم عربي. وانا وجوزي we're proud of ourselves كيف عملنا هالخطوه, لانه في كثير ناس هيدي الخطوه انا عملتها, اخذ ديسيجن مره, كان في ناس اصحابنا بلبنان اولادهم مثلنا خلقانين بهالبلد, راحوا زياره لعنا على ريو لانتو, وسالتهم نهارا طنط انتو شو الاكثر شيء يو ستراجل بلبنان, شو حسيتوا انه غريب عليكم؟ حسوا غريب أكتر شيء الأرمات, ما عم بيقدروا يقروا بالعربي ليوصلوا محل ما هني رايحين. من نهارة أنا أخذت هيدا الديسيجن أنا وجوزي, قلت له رح نعلم الأولاد عربي وخلي يحسوا حالهم هوم. نحن بدنا إياهم يحسوا حالهم هوم. كل صيفية كانوا يجبرونا 3 مرات بالجمعة نتعلم كتيبة عربي وقراية عربي لنصير نحن يعني نتحسن بالكتيبة والقراية, بيكوز ما حدا عايش هون على القليل بعمرنا بيقرا وبيكتب بهول الاشياء. So they saw this as an opportunity وبدون, they just love Lebanon so much, بدون نحن نحس هالشعور للبنان كمان. هلا متكلين على الاشخاص اللي عندها ايمان مثل حضرتك بلبنان, شفنا انه على طول بتحب الافكار الجديده, يعني يكون عم تشتغل بمشروع لاول مره. خبرني عن مشروعك الجديد تايني تاون باتلانتا. تايني تاون
اصلا انا بلشتها بلبنان، بلشتها يلي هي ريو سيتي، بس لقيت انه لازم يكون يعني بدها كتير موظفين لحتى تشتغل. بقى قمنا عملنا سياره ذكيه لحتى نعلم الاولاد السواقه، وهيدي السياره اللي عملناها ذكيه هي سياره جولف يعني ماشي، بس نحن عملناها بطريقه انه صارت السياره تعرف مين عم بيسوقها، السياره بتقرر قديش لازم تسرع حسب اللي عم بيسوقها، قديش معلم، قديش عنده اكسبيرينس، كم تيكت اخذ، سو كلهم هاو بيقرروا قديش السياره بتسرع. ووسعناها لحتى بلشوا من 3 سنين، يعني اللي عمره 3 سنين ببلش يسوق، والفكره انه بين 3 سنين وال 15 سنه بياخذ الدفتر بامريكا، يعني عنده 12 سنه اوف اكسبيرينس اويرنس كونفيدنس، يعني كليتهم هاو بصير يتعلم ويعرف الرولز، لانه الولد الصغير بيتعلم اكثر من اللي عمره 15. يعني تايني تاون اليوم بتعلم السواقه للاطفال، بتعلم السواقه مش بس للاطفال، نحن كمان اوفيشلي هلا صرنا درايفنج سكول، يعني انا اللي بده يتعلم السواقه بيجي على تايني تاون بكون عمره 15 16 20. نحن منعلمه القوانين والنظام بس نحن منعلم يعني الولد التين ايجر يلي بيجي ليتعلم السواقه بالسوفت وير يلي عاملينه، وعندي اختراع مسجل باسمي، يعني ما حدا في يعمل مثله من دون ما ياخذ لايسنس مني، انا عندي باتنت. بنعلم الولد بثلاث دقائق ونص، يعني ثلاث دقائق ونص بيطلع مع الانستراكتور بس هالقد، والباقي كله هي السياره ما بتعم تخليه يسرع، البوليس بيعطيه ضبط بينزل له السرعه، كله على الايباد، يعني الشغل بيصير. وهيدي خلتنا يعني لحد هلا صرنا تقريبا تخطينا 30,000 ولد معلمين السواقه بتايني تاون، وما عندنا ابدا 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 ولا حادث، يعني اولاد عم بيسوقوا سيارات من دون حوادث. وعندنا ستاندردز بالإدوكيشن اعلى بكثير من المطلوب بامريكا. ليش؟ لانه الاولاد بيجوا وبيتعلموا ثرو فان. هلأ بيرو عمل كمان ريو سيتي بلبنان وكفة هون عمل تايني تاون، والتايني تاون بتصور بيرو إصراره بالحياة وبيلحق فكرته للآخر وعنده عزيمة كتير قوية. He doesn't give up، يعني وقت بيحط رأسه فكرة بينفذها. Did you have a particular reason personally why you wanted to do this? No, I mean I felt the need. I mean, there are several different factors that made me invest in Tiny Town and this concept and $1.3 million people die every year from car accidents. Right. It costs the United States about $300 billion every year. Bring is not too young to bring them and teach them how to drive. You'll be surprised. 3 years old can control the car. It is actually the first in the world to be high-tech edutainment park.
just about driving. It's called Tiny Town, and the goal is to inspire safer drivers by getting them started early. Look, okay, it was not my fault that I got that ticket, okay? I was rushing to get to this live shot this morning. I was trying to get here. Very strict cops in Tiny Town, but that's a good thing because look at the drivers we got here. If they look a little tiny to you, that's because they're supposed to. This is a place where you learn the rules of the road very early. When we get the kids to go and then have fun, we basically give them education, but what they are taking, they're taking fun. And mom and dad's like it too. Oh yeah, mom and dad most likely will not pass the test that the kids have to pass in order to drive the smart car. مثل ما شفتي بتايني تاون يعني بنبلش لهم اول شيء بدرايفرز لايسنس بياخذوا درايفرز لايسنس هذا المفتاح تبع اللي بدور السياره بس السياره ذكيه بتعرف لمين هذا الدرايفرز لايسنس وهي السياره بتقرر قديش لازم تسرع سو بياخذوا الدفتر بيروحوا بياخذوا فحص بيمرقوا الفحص بيرجعوا بيروحوا على فحص ثاني بيسوقوا السيموليتر وبيرجعوا من بعد ما يمرقوا الفحصين السياره بتعرف انه هيدا الدرايفر مرق الفحوصات وهي السياره بتقرر السياره فيها 7 سرعات هي بتقرر قديش هيدا الدرايفر بحق له يسرع سو منشان هيك نحن هذا السيستم يلي عندنا باتنت عليه اتس ذا موست ادفانسد ان ذا وورلد يعني ما في نحن منعلم السواقة ثرو فن كله عم نستعمل التكنولوجي لحتى الأولاد يلعبوا هاف فن و it's extremely safe وقت اللي نحن عم نعلمهم at early ages يعني عم ياخدوا الاكسبيرينس والأويرنس سو وقت اللي بيصير عمره بيصير وقت انه ياخد دفتر السواقة هيدا دفتر السواقة هو صار خلص يعني صار عنده اكسبيرينس يعني اكيد هودي اللي بيمرقوا على تايني تاون هن راح يكونوا واعيين اكثر هدفنا انه بدنا نعلم هودي الكل وبدنا التايني تاون بدنا اياها تصير مش بس بكل ستيت بدنا اياها تصير بكل العالم وهوبفلي سون راح تبلشوا تشوفوا تايني تاون بعدة محلات We are franchising Tiny Town. وأنا honestly من وقت اللي بلشت هدفي إنه هيدي تكون لللبنانية. بدنا business يكون associated مع اللبنانيين. وهذا Tiny Town هي بلشت بلبنان أصلاً. وهي كل يعني الموظفين يلي هن كبار يلي programmer يلي المخترعين يلي يعني كلهم لبنانيين. So الهدف منها انه نصور وين ما كان ويصيروا يقولوا تايني تاون اوكي سو مين هيدا اكيد لبناني صاحبه سو حيلا انسان يعني لبناني عنده ذا سيم فيجن يلي نحن عنا اياها يلي بحب سيفينج لايفز ثرو فن نحن وير اوبن فور فرانشايز في يتصل فينا وفينا نحن نتواصل معه لحتى نشوف شو اللي لازم ينعمل حتى ناخذ تايني تاون على الستيت او على البلد يلي هن فيه بتصور انه اسسنا شيء حلو للاولاد وبتمنى بتمنى بتمنى من كل قلبي انه اولادي يعيشوا بلبنان حدي لانه انا بحس الريتايرمنت تبعولي انا وبيرو اتس كان بي بلبنان بالحديث عن الانظمه ليه برايك اللبناني ما بيسوق بلبنان مثل ما بيسوق بالخارج اول شيء ما في سوق بلبنان يعني ما بيخلوا يسوق لانه مش عم بيطبقوا القوانين القانون بلبنان هو ذاته مثل ما هو القانون بامريكا او مثل ما هو باوروبا او يعني تقريبا في شوي صغيره بس انه بتفرق بس مثلا السيارات بيمشوا بين الزياح مين بيمشي بين الزياح انا مثلا عم سوق ماشي بين الزياح شوي بصير واحد يزيح علي منها شوي بصير واحد يزيح علي منها ما بيعود فيي ضل انا بين الزياح يعني اذا بيضل محلي بده يشبقني يعني انا بضطر انه اعمل اللي عم يعمله هو سو بنصير نحن بنصير نخالف يعني حرام في كثير ناس بنكون عم نظلمهم اذا عم نقول عم بخالفوا كانوا هون ونزلوا لتحت لانه هن اصلا ما بدهم يخالفوا بس بينجب غير الدرايفرز بخلوهم هن يخالفوا لانه ما فيهم والا بدهم يعملوا حادث اذا بيضلوا يمشوا مزبوط بس بدي لك شغله بلبنان اهم شيء ويلي اكثر شيء بيزعج بلبنان انه وقت اللي بيصير حادث بيجي الخبير بيقول لك حق على واحد هالقد بالمية وهالقد بالمية هيدي ما في منها بأمريكا يعني اليوم واحد بديع إذا بده يقول لك أنه أنت مغترب أو أنت لبناني عايش بلبنان اليوم حياتكم مقسومة بين الأولاد بين البزنس كله بين لبنان والخارج شو بعد بخليكم مأمنين بهالبلد؟ أنا بقول يلي كان مبسوط هو صغير بالحياة بالضايعة
هاي الذكريات ما يعني ما بتروح بالهين. يعني تقريبا 20 سنة عشتهم بالضايعة أنا وصغير. يمكن هذا الأكتر شيء بيخليني يعني بحب لبنان. أنا بحب لبنان مزبوط، بس بحب الضايعة، يعني بحب ضايعتي، بحب أهل الضايعة، بحب أهلي كلهم تحت، أخوتي نصهم تحت، القرايب كليتهم. هذا يمكن اللي أكتر شيء بيخلينا نحب لبنان. برأيك كيف اليوم أنتو كمغتربين ناشحين بالخارج بتقدروا تساعدوا لبنان يرجع مثل ما كان قبل، مثل ما كنتوا بتحبوه؟ أنا أم ريسك تايكر، يعني بيخد ريسك وعمل شغل بلبنان، وبوقتها نصحوني أنه لا ما تعمل شغل، خليك شو صاير عليك ما أنت بأمريكا. بس الحمد لله مقتنع باللي عملته، ومع كل هذه الأحوال المش منيحة بعدني أنه مقتنع أنه الإنسان فيه يفتح بزنس، فيه يفتح بزنس بلبنان. بس المهم انه يكونوا السياسيه بعيده بعيد شوي صغيره عنه. يعني هيدي اذا ما في تدخل وممكن انه الواحد ينجح. وبالرغم من كل هالظروف الصعبه انت تحديت وفتحت شغل لك بلبنان. فتحت ماي اون كومباني، وكنت بس اعمل سيرفيس يعني، والحمد لله نجحت وكبرت، وبسبب اللي كنت عم بشتغل فيه فتحت شغل بلبنان. يعني أي سنة أجت فكرة ريو لانتو؟ كانت مرحلة مش كتير منيحة، يعني وقت اللي فتحنا نحن بـ 99 ما كانت منيحة، 98 99 ما كانت منيحة. كنت بووتر بارك بهوني بالليك لينير بجورجيا، وشفت هالبارك إنه فكرة جديدة، بالسين بيعمل موج، زحليطات بينزلوا فيها، الناس مبسوطة. يه قلت أنا إنه هذا ما في منه بلبنان. وهن اصلا الووتر بارك اندستري بلشت بالثمانينات، يعني ما كان في قبل الثمانينات. سو لبنان كان بعد ما في شيء. سو حكيت مع اخوتي قلت لهم والله شفت شغله بامريكا هون لازم نعملها بلبنان. ما في منا كثير منيحه، بيسينات وزحليطات بالمي وناس مبسوطه، ويعني ونحن عندنا المي مش على طول نظيفه، يعني هذه المي بتتكرر وكذا وبتتعقم فينا، يعني نعمل شيء كثير حلو. لقوا شقفه ارض. أنا كنت وقتها بلشت يعني أعمل الريسيرش لأعرف منين بدنا نشتري هودي الزحليطات وبالسين الموج وهيك، وما كانت مثل اليوم إيزي إنه بتطلعي على الإنترنت وبتلاقي. بتذكر هيدي لأنه الأكاونتنت تبعنا قال لي وقت اللي قلت لك ليش عم تفتح الريو لانتو هون؟ قلت له أنا بكره من بعد ما نفتح الريو لانتو بصيروا يقولوا قبل الريو لانتو أو بعد الريو لانتو. اوكي سو بصير لاند مارك. يعني بالحديث عن لبنان كمان في مشروع متحف المشاهير. نحن وقت فتحنا الريو لانتو فتحنا في نايت كلاب للريو لانتو، ولنعمل دعايه للريو لانتو جبنا شخص بيحكي، يعني بيحرك وبيحكي. جبنا هذا الشخص حطيناه على بالريو لانتو على المدخل لحتى نعمل دعاية للنايت كلاب يلي كان اسمه نيويورك تايم. سو صاروا يجوا الناس يقعدوا يتفرجوا عليه ويصيروا ما يعرفوا إذا كانوا هذا شخص مزبوط أو روبو. أو نحنا صرنا إلا نحنا يا عمي إذا هالقدي هذا عم ياخد attention منهم للي عم يجوا على الريو لانتو، ليش ما بنعمل متحف منهم؟ يكون في شيء 30 40 واحد وبيصيروا الناس بيصير اتس ديستنيشن ليجوا. وبالفعل اخذنا فيلا على مفرق جعيتا وعملنا متحف المشاهير، وعملنا اول شيء يمكن شيء 25 شخصيه، وكان اول متحف بالعالم انيميتد. يعني بتفوتي علي بتلاقي مثلا وديع الصافي بدق على العود وبيغني، سيدة ماجدة الرومي بتغني، ما في منه كان بالعالم. بيير يعني اليوم صعب نقول عنك مغترب لبناني، اليوم فينا نقول انه انت لبناني بلبنان ولبناني بامريكا.
يعني مقسم حياتك بين لبنان وأمريكا بطريقة عم تعطي الاثنين حقهم. أنا بعيش بأمريكا بس عم بنزل كتير على لبنان لأنه بحب لبنان. بحب لبنان وبحب الأفكار تبعي حطها بلبنان لحتى لبنان يأخذ الكريديت عليها. بيير هلأ نحن قاعدين بالجنينة بلش شت الدنيا، رح نفوت لعندك لجوا على البيت نتعرف أكثر على عائلتك وعلى أولادك. أجمل شيء بلبنان الناس، يعني الحياة الاجتماعية هيدي أجمل شيء. بعدين بيجي وراها التأس والمناخ يلي مثل ما قلنا ما قدروا يخربوا السياسية تبعنا. كتير 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 بحب لبنان. بروح لبنان بين ثلاث مرات وأربع مرات بالسنة، تورو شي أربع خمسة أشهر من السنة كلها بقضيها بلبنان. وأكتر شي بحبه بلبنان definitely العالم. It's a different نحن نقول different vibe بلبنان. أول شي بطلع عند الماما والبابا. أول شيء يعني أول شيء عند الماما والبابا، وبعدين برجع يعني أخوتي وهيك والقرايب. ماما وبابا الله يخلي لنا إياكم ويخليكم بصحتكم، وأنا مثل ما وعدتكم رجعين على لبنان ورجعين نعيش بلبنان. بيير أجمل إنسان بالدنيا أنت، ولا مرة أي ريجريت إني spend those many years معك، وبحبك كتير. I'm proud of you always وbehind you، وكل شيء بتعمله بحياتك made me proud. وبعرف عندك طموحات كبيرة sometimes بأثر شوي، بس I'm behind you. بيير بشوفه كتير ذكي، إنه كل شيء هو تعلمه بحياته بيعلمنا، و he's a very smart man وعامل أشياء like great tiny town Rio Lento و we all learn منه. ما فينا نزور أتلانتا وما نزور عالم كوكاكولا. سمعنا قصص البداية وهالسر اللي مخبى ورا نجاح الشركة، عجنا تجربة جديدة ودقنا أكتر من 100 نكهة. بأتلانتا معالم سياحية كتيرة، متاحف، مسارح وحدائق تاريخية. وكان ختامها مسك بجولة CNN. We'll be right back.